دلوقتي أنا ليا بعض الملحوظات سريعا جدا هقولها. بالنسبة أولا اللي احنا شفناه طريقة البحث، أنا ليا ثلاث ملحوظات. أولا احنا بنتكلم، لما جينا نتكلم على الأسعار قلنا على أرخص سعر، وده أكبر غلط، ولازم نوجه اللي بيعملوا هذه الإحصائية. النهاردة الزبون بيدور على حاجة اسمها value for money، أنا باخد كام مقابل الفلوس اللي بدفعها، مش إن أنا أرخص سعر. ده اتلغت من قاموس السياحة، فبلغوا دافوس إنهم لازم يبقوا up to date أكتر من كده. اتنين، هم بينسبوا عدد المطارات لعدد السكان، وهذا خطأ جسيم. أنا بلد متناهية الأطراف، بالنسبة عندي 50,000 كيلومتر مربع مأهولين والباقي غير مأهولين. عندي بقى، ودي أهم، عندنا 22 مطار، منهم 27. نعم؟ 27. لا، في لسه ما بتعدوش في المطارات. أنا بتكلم 27 أكتر. كم واحد بقى بيكسب؟ 5. كم واحد ما بيكسبش وشغال؟ اللي هم سوهاج، وإحنا عارفينهم 3-4. الباقي كارثة، لأن ما بيجيبوش دخل خالص، والرانوي باز والبتاع، يعني عندنا مشاكل كبيرة في الشركة القابضة للمطارات، خافية على الناس، لكن ما حدش بيروحها. يعني أنا هعمل مطار في الدخلة ليه؟ في مطار هعمل له صيانة ليه؟ ما هو ما فيش ولا طيارة بتنزل هناك. فهنا عندنا لما بقيس هنا بعدد السكان، طبعا القياس غير سليم. أشرنا بسرعة إلى الأونلاين بوكينج. أنا برضو كنت ليا وجهة نظر هنا، إن إحنا لما بندرس الأونلاين بوكينج، في حقيقة أونلاين بوكينج، ونسب تتراوح حسب تقدم الدولة. يعني أنا ما تصورش واحد هيجي يحجز القاهرة ويطلع الهرم لوحده، اللهم إلا كان باك باكر، لكن أي حد محترم هيقول لك أطلع مطار الهرم إزاي، ولازم حد يخدمه ويوديه منطقة الهرم. حتى الباك باكر اللي بيجوا في لوكاندا عندنا كده في ميدان التحرير، بينزلوا يقاولوا تاكسي عشان يوديهم لغاية المطار. إذن مفيش مواصلة مباشرة توديهم، فدول تانية بيعرفوا يوصلوا. نتكلم على الإحصائيات بقى من ناحية الداخلية، وطبعا أنا هذا الكلام تكرارا مع الدكتورة، إن إحنا للأسف أول حاجة لو عاوز أتقدم كدولة أعرف أنا فين، ويبقى اللي متناول اللي هو المهني يعرف هو بيعمل إيه. إحنا ما نعرفش، إحنا فضلال كامل، ما عرفش الإحصائية بتيجي منين وكام وإزاي وليه. وفوجئت في الجورنال واحد بيكلمني يوم بيقول لي إحنا قفزت السياحة بنسبة كبيرة. قلت له هل بتتكلم عربي؟ يعني قفزت يعني طلعت نطت، بتقارن بإيه؟ قال لي دي البيان اللي جالنا من مسؤول كبير في وزارة السياحة. قلت لهم بلغوه إن أولاً ما قارنش بسنة 16، لأن كانت أسوأ سنة نسبياً. لما أقول نسبياً يعني لما قارن ب10 يبقى في مجال المقارنة، لكن لما قارن ب16 تبقى مأساة. وبعدين بقارن سنة ميلادية بسنة حكومية يعني مالية، فده طبعاً مقارنة خاطئة جداً. إن أنا قارن يناير لآخر ديسمبر وأقارن يوليا لآخر يونيو، فدي مقارنات خاطئة. أما أن أنا أقول قفزت عشان زدت 3% ولا 5% على كام؟ على أوحش سنة. رابع حاجة بقى، أن احنا بنقارن أرقام إنفاق. أنا مش هعترض على الطريقة اللي بتتعمل بيها، أنا هقول في حاجة مهمة جدا ما بناخدهاش في الاعتبار، اللي هي القوة الشرائية للنقد. يمكن أيام الدكتور محمد صقر كنا عاملين دراسة سنة 93 إن متوسط إنفاق السائح 135 دولار، صح؟ دي بنت الدكتور صقر يعني، واشتغلنا مع بعض برضو. النهاردة الدكتورة عادلة عملت دراسة مع البنك المركزي بتقول 80 دولار. أنا هسأل سؤال ساذج جدا، هل 135 دولار سنة 92 توازي 85 دولار النهاردة؟ أمريكا الأمريكا مش مصر المصر، يعني ما فيش لا ديفالويشن ولا في أي حاجة. بناخد الدولار في أمريكا. سنة 92 أو 93 كنت بنزل في الفندق في أمريكا في نيويورك ب 100 دولار 120 دولار، أحسن فندق انتركونتيننتال أي حاجة في وسط البلد. النهاردة
اقل فندق، مش هقول طبعا في البيك اللي دلوقتي زعماء بيتكلموا في مجلس الامن وغيره، النهارده بتتكلموا على 700 و800 دولار. يبقى المقارنه دايما لما خدناها في الاحصاء ان احنا نعمل سنه اساس نقارن على اساس، ما اقدرش اتكلم مقارن ان ابسولوت. هنيجي بقى للنواحي الفنيه، وانا اسف انا باخد 3 دقايق كمان. الدكتور حسام أصر إن إحنا لازم نبص للمستقبل، ما بصش لامبارح. لو عاوز أتقدم لازم أبص للمستقبل. أنا محتاج إيه؟ أنا هقولها في عجالة شديدة. رقم واحد، لازم نعرف كلمة تسويق، لأن عمال على بطال أي واحد في القطاع الخاص أو في الحكومة يقول لك أنا بعمل تسويق. ما بيعملوش تسويق ومش فاهمين تسويق يعني. دكتور طارق موجود أهو من الجامعة الأمريكية وصديق عزيز، دكتور طارق عبد القادر حاتم، صححني لو انا مخطئ. لما بنتكلم تسويق بنتكلم على 4 بيز اللي يعرفها، اللي هي البرودكت، ايه اللي انا ببيعه، ببيع ايه. تاني البوزيشننج، اين انا. ثلاثه البرايسنج، سعر. اربعه اللي هي اخر حاجه اللي هي البروموشن. فاحنا سيبنا الثلاثه الاولانيين وبنتكلم على البروموشن. ما عنديش اي دراسه سوق في السياحه نهائي. يعني لما انا سبتهم يقولوا الصين مثلا، الصين كويس هتطلع 150 مليون سايح. لو جه لمصر اكتر من 200 الف سايح انا مستعد اقفل شركتي بكره. ليه؟ لان احنا مش على بال الصيني. لازم ادرس احنا عاوزين ايه. الراجل ده عاوز يجي مصر، مش عاوز، مش فاكر مصر، ما لا تعني شيء بالنسبه له. تعني حاجه اسمها ميستيريوس، واسال اي صيني هيقول لك. ثانيا بقى، احنا بقرارات خاطئه خاطئه جدا نزلنا السعر اللي كان بيتباع بيه الراجل الصيني اللي يجي مصر من 2100 دولار الى 759 دولار. هل يعقل؟ وبندي مساعده للي بيعمل كده، وكانت شركه من شركات الاخوان. انا مش هقول اكتر لان في طبعا كلام كتير. ثانيا بقى، في حاجه تانية اللي هي الرياكشن. احنا عندنا كم من الرياكشن غريب. لما بندي الحاجه في وقتها ما حدش بياخد باله منها. يعني انا فوجئت امبارح ان احنا بنتكلم على مرور 100 عام على اكتشاف ابو سمبل. انا كتبت في هذا المجال من سنه ونص، قلت 11 اكتوبر بروكارت السويسري، الشيخ بروكارت المعروف بالشيخ بروكارت، اكتشف ابو سمبل، وارجو ان احنا نعمل حاجه قبلها عشان دي بتتوضب عشان الراي العام يبقى فاهم. قلت النهارده السنه دي، وفوجئت بيها في الجورنال وكتبت بحث كامل، نعمل ايه؟ مرور 75 سنه على بدايه معركه العالمين. ده حدث فوجئت ان هيحصل. هيحصل امتى؟ توضب اخير. انا كاتب من سنه وكسور. السنه اللي فاتت كان مرور 100 سنه على وفاه ماسبيرو بتاع فرنسا، اللي هو بنى المتحف المصري اللي احنا شايفينه. نعمل حاجه. فكره دفن. خلينا نتكلم بقى على ايه اللي مطلوب عشان اعمل السياحه. اولا قلنا نعرف يعني ايه ماركتنج، واعمل ازاي الماركتنج، وما فيش غير اساسا لو جبت اكبر شركه في العالم لازم شركه مصريه تراقب عليها. الشركه اللي في العالم عشان تجيب لي احصاءات وحاجات، لكن الشركه المصريه او واحد مصري، وفي عندنا ناس قادرين جدا يقدر يراقب عليها، ولا يصلح احد في وزاره السياحه ولا انا ولا اي حد ان احنا نراقب عليها. الماركتنج ده فيه تقدم وفيه تخصص، فلازم حد حرفي يراقب عليها. إعادة هيكلة المؤسسات في الدولة، هيكلة وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، أنا بتكلم فيما يخصني، ودي لها طرق ولازم. نشوف الجودة، إحنا بندي منتج أي كلام، وده راجع للسعر اللي إحنا كنا بنتكلم عليه. الإحصائيات قلتها طبعًا، وبعدين استغلال الفرص يمكن قلتها. وإن الوزارات، ودي مهمة قوي قوي قوي، وأنا حشير لحاجات بسيطة برضو عشان حضرتك في المجلس، إن الوزارة لازم تكون ريجوليتر مش كنترولر. مش كنترولر يتحط في اللائحة بتاعة انتخابات إن الوزارة كنترولر على انتخابات مال خاص. لم أراها في حياتي. يعني أنا قريت لوائح كتير بقالي مدة طويلة، وأي واحد يقرأ اللائحة اللي محطوط عليها وهيجرى عليها الانتخابات وهيطعن عليها من أول يوم طبعا، ومقصود إنها تبقى كده.
فاذا هنا لازم نكون نفهم احنا بنعمل ايه وليه. لو انا مش عارف اجيب الراجل اللي بيمثلني مفيش داعي خالص اشتغل. انا اسف اذا كنت اطلت عليكم. احنا هناخد بالترتيب بقى الدكتوره، طبعا الدكتوره عادله، وبعدين مدام سحر، وبعدين الدكتور محمد صقر. وانا عاوز يمكن نستفيد من وجود الدكتوره سحر، سوري ان انا هطلب منك، عشان نتكلم على قانون الاستثمار مثلا. مش منصوص فيه كلمه سياحه، مكتوب احنا مش صناعه لوحدينا، احنا جزء، بس على الاقل كلمه حتى تبل رقنا يعني. احنا برضو ما انا عشان كده بقول لك انا بنكش بس. شكرا، اتفضلي. لا لا الاسئله حاجه يعني سياحه وطيران. ايوه احنا كل العمل ده اتعمل على سياحه فقط نسب طيران. لا انا بس مش عاوز اطيل عليكم، لان انا اصلا طيران مش سياحه، فمش عاوز اطيل عليكم لان الفاشن سياحه، لكن الطيران قطعا صح، ولنا وجهه نظر فيها مهمه جدا في الفلكسبيليتي، وبعدين ازاي نعمل مصر تبقى بوينت انها هب مش بوينت بس الناس بتوصل. انا هقول تعليق سريع لان مش قادر احبسه يعني. انا ما بتكلمش خالص على البيانات اللي داخله فيها سنين، انا بتكلم على البيانات الاساسيه. وصل لي كم سايح، نسبه الاشغال كم من الغرف المفتوحه وليس من اجمالي الغرف. يعني احنا بيجي لنا احصائيه مضلله ان بيقولوا لنا وصلنا في الغردقه 99%. ازاي يا جماعه اذا كان نص الفنادق قافله؟ ما هو خدوا على الفنادق الفاتحه. انا بقول لك بس دي معلومه. الحاجه الثانيه، انتوا عرفتوا ليه احنا مش هنشغل ستات كتير في السياحه؟ شكرا يا دكتوره سحر. انا موافق تماما، لازم عقد عده جلسات، بس لازم يكون فيها لها اجنده محدده، ويكون لينا خط سير نعرف احنا رايحين، ونكتب ومراجعه ايه اللي تم وايه اللي ما تمش. ده مهم جدا، واحنا مستعدين نعمل هذا. وهقول لك حاجه، انا مش بوجه اللوم دايما للحكومه بس، انا بوجه اللوم للزملاء عندنا. ما فيش اتنين بيتوافقوا على راي، يعني لما تقعدي مع قطاع السياحه كده هيضربوا بعض شويه شويه. ولكن هنا برضو عاوز اوجه نظر حضرتك الى حاجه مهمه قوي، قانون العمل مثلا. يمكن الاخ محمد ايوب هنا كان رئيس غرفه الفنادق، اشتغل فيه كتير، في حاجات كتير غلط او متعبه بالنسبه لنا، هو من اتجاه واحد، فهنتكلم فيه بعدين لما الدكتور عبله مع فطار ظريف او غدا خفيف تعمل لنا الجلسات. دكتور محمد، انا مش عارف، اولا بشكرك على هذه المداخله، وانا دايما يمكن همسك فيها، بس اخر نقطه ان المراسي بتوع المراكب، احنا من 2006 وعدنا ان هيحصل تطور، وجامعه القاهره عملت دراسه، انا كنت حاضر الكلام ده. الى اليوم بيقولوا لنا نكرنه في اسنا بدل الاقصر، وفوتوا زياره الاقصر عشان الشكل مش حلو في الاقصر. فاحنا خدنا المراكب حطيناها في اسنا، وبوديهم بالاتوبيس من اسنا للاقصر. انا بديهم لا موجود، بس مش عاوزين يعملوا منظر وحش. فبدل ما نعمل مراسي ده الحكومه اللي هتعملها، فبنوديهم في اسنا. بدي لك بس مثلا، بس انا عاوزين ميزانيه بقى كويس. لا كيما بوظته. هنتكلم في البولوشن حاجه ثانيه. انا عاوزين نزود لك الميزانيه شويه، وهي البرلمان عندك، عشان تعمل لنا احصاء زي بتاعه 2010 دراسه. انا بتكلم جد، بس بشرط ان احنا نشوفها قبل في الوقت المناسب، مش قبل بعد ما اموت. ممكن تحطيها لي كده وتعرفي تفتكري ان انا مش هشوفها. هشوفها برضه والله. طيب مين بقى الاكبر في السن ولا الشباب؟ انا. انت شباب، يبقى اتفضل. يعني هم هيكلمونا بقى على ايه المطلوب عشان نعمل انهانسنج لصناعه السياحه من ناحيه التسويق، من وجهه نظر الفنادق ومن وجهه نظر شركات السفر والسياحه. انا اشكرك، يمكن انت لخصت برضو كلام انا ما لحقتش اقوله ومهم جدا، هقوله في ثلاث نقط مهمه جدا. واحد، إعادة الهيكلة المالية لقطاع السياحة، القطاع الخاص والقطاع العام. هيكلة المالية احنا وعدنا بطبعا فلوس عشان إعادة تأهيل الفنادق من ناحية الهاردوير، يعني التصليح وغيره وغيره. فنادق في حالة يرسلها. الفندق هنا يمكن جديد نسبيا، لا
لكن لو رحتوا كده الغردقة وشرم الشيخ هتشوفوا حاجات لا يمكن تقبلوها. وهنا في القاهرة طبعا أنا مش عاوز أقول أمثلة، بس يعني في فندق كده كبير قوي هتلاقوه حالة وحشة جدا مش حكومي، لأن كل الفنادق الحكومية بتتجدد عشان أنا موجود. الحاجة التانية اللي هي أشار إليها ودي مهمة جدا، احنا حقيقة أوقفنا التدريب من 2016، وهذا خطأ جسيم جدا، لأن الاستمرار في التدريب مهم جدا، مش بس الاستمرار في التدريب الموجودين حاليا، ولكن كانت الخطة لما دكتورة فايزة بنجا جابت لنا 15 مليون يورو اللي ما استخدمناهمش طبعا، تيفت 1 وتيفت 2 وضاعوا معرفش فين، لما جم كان الهدف منهم نص للتدريب المدارس الثانوية إعادة تأهيل 5 مدارس يبقوا بايلوت بروجكت، والنص الثاني كان لإعادة التدريب التحويلي، وده مهم جدا. النهاردة سهل إن أنا أعلم واحد خريج هندسة إن أنا أعلمه سياحة، عن أعلم واحد خريج سياحة ما يعرفش لغة وأقول له تعالى اشتغل سياحة. فدي لازم نتفكر في التدريب التحويلي، وهذا جزء أساسي. ثالثا طبعا العلاقة اللي هي بين الطيران، هديكوا إحصائية خفيفة كده، من 2011 للنهاردة عدد الكراسي، احنا بنعد عدد الكراسي المعروضة لمطار القاهرة قلت ب 2600 كرسي في الأسبوع، يعني لو حسبناها يطلع 1,200,000 سائح في السنة. دول السياحة الغالية اللي بيجي هنا، مش عاوز احسده يعني، هم شغالين في الكازينو كده بيكسبوا، الفندق الوحيد يعني، واللي جنبه ريتز كارلتون برضو تلت الدخل من الرولات. النهارده بقى عشان ياخدوا التصريح من وزاره السياحه بتوسيع الكازينو في سيميراميس بقى لهم 6 شهور، ده اكتر حاجه بتدر دخل للوزاره. قبل ما اخلص احنا هنطرح سؤالين، بس عاوز اضيف حاجه لان انتوا نسيتوا تقولوها مهمه جدا. النقل السياحي البري انتهى. احنا الاوتوبيس كنا بنشتريه من 600,000 لمليون و200,000، الاوتوبيس اصبح ثمنه المصري 3.5 مليون. سعر النقله ما اتغيرتش، ما اقدرش مره واحده احمل السائح رططها من 2000 جنيه المطار ل 10,000 جنيه المطار. فعندنا مشكله حقيقيه، ما عادش حد بيستورد اوتوبيسات، ما عادش حد بيصنع. لو رحتوا الكريم غبور ما عندوش اوتوبيسات لانه بيصدر اللي عنده، فما فيش، مش بس عاوزين وما فيش، واللي عنده 3.5 مليون مستغني يعني، ما اعرفش لاي سبب مش هيقدر يجيب اوتوبيس النهارده. احنا طلبنا مطلب محدد برضه عشان حضرتك تعرفيه، انا مش من شركات النقل لكن موكل ان انا انقله، ان احنا النهارده مطلوب مننا ان احنا نستعمل اتوبيس او نشتري اتوبيس جديد بتاع السنه دي. انا لو رجعت اشتري يسمحوا لي باتوبيس 3 سنين جديد هلاقي كتير بسعر زهيد يعني كويس جدا، ولو اشتريت من الدول المتقدمه زي المانيا وفرنسا اتوبيس مستعمل 3 سنين هيبقى في حاله جيده جدا اقدر استعمله 10 سنين. فهنديها لحضرتك بعد كده. أنا يعني لما بقول مشكلة بقول حلها، وده مهم جدا.